يعني إن شاء الله. يلا. هبتدي بالمقدمة يا دكتور، بعدك تبتدي إن شاء الله. طيب، أنا معكم الدكتور ماجد العوفي، استشاري طب الأسرة. استشاري طب الأسرة بمركز الصحي الأزهري. راح نتكلم اليوم إن شاء الله عن راح نتكلم عن السكري والعناية بالقدم، والعناية بالقدم في مركز السكري. طيب، نرحب بالحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. معكم المثقفة صفاء من جمعية السكري السعودية الخيرية فرع المدينة المنورة، بتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة ومواصلة لبرامج التوعية والتثقيف الصحي. يسرنا أن نقدم لكم محاضرة بعنوان السكري والعناية بالقدم، إلغاء الدكتور ماجد عبد الله العوفي، استشاري طب الأسرة البورد السعودي والعربي والأردني في تخصص طب الأسرة. ويشرفنا حضوركم جميعا وحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز الحميدي. المحاضرة حتكون كالآتي: 40 دقيقة إلقاء سعادة الدكتور، و20 دقيقة للأسئلة والاستفسارات. تكتب جميع الأسئلة على الشات وألغيها على الدكتور، وإن شاء الله يجاوب لكم على جميع الأسئلة. بالنسبة للشهادة، بخصوص الشهادة لكل الحضور، بيسجلوا بيانات على رابط التحضير، حأرسل آخر المحاضرة إن شاء الله. تكلفة رسوم الشهادة 50 ريال، والشهادة مجانا إلى أعضاء الجمعية. أما الغير أعضاء يتوجب إرسال رسوم 50 ريال على حساب الراجحي الموجود على الإعلان، وحأرسل الحساب الراجحي على الشات إن شاء الله، والاحتفاظ بالريسيست وإرساله على الإيميل الرسمي للجمعية، وسوف أرسل الإيميل الرسمي على الشات إن شاء الله. وحياك الله دكتور، منورنا وشرفنا حضورك اليوم. أهلا وسهلا تفضل يا فيك، دكتور. السلام أهلا عليكم. فيك، حياك يلا الله. يعطيكم العافية جميعا، وشاكر على حضوركم، شاكر على المقدمة. ونبدأ الآن بمشيئة الله. ما أدري إذا الشاشة واضحة عندكم ولا لا، ما ظاهر العرض يا دكتور. الآن واضح؟ ايوه، بدأ يفتح. ايوه كده، فواضح. واضح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نبدأ الآن. اليوم حنتكلم عن المحاضرة بعنوان داء السكري والعناية بالقدم. أنا الدكتور ماجد العوفي، استشاري طب الأسرة بمركز الصحي الأزهري. راح نتكلم في البداية، حنتكلم عن هي. فهذه هذه محتويات المحاضرة حتكون عن تعريف عن داء السكري وأنواع داء السكري والأسباب، أسباب داء السكري، مضاعفات على القدم، أهمية التحكم في السكر لحماية القدمين والعناية بالقدمين وحماية، وأهمية ذلك في حمايتها.
ما هو داء السكري؟ هو مرض مزمن يتميز بارتفاع بفرط ارتفاع السكر في الدم عن المعدل الطبيعي نتيجة لنقص هرمون الأنسولين أو انخفاض حساسية الأنتجة لعمله أو الاثنين معا. فرط ارتفاع السكر الدم ينتج عن نقص هرمون الأنسولين، هذا غالبا في النوع الأول من السكر، أو عن انخفاض حساسية الأنتجة لعمل الأنسولين، هذا في النوع الثاني من السكر. وفي مراحل متقدمة من النوع الثاني من السكر ممكن يكون في نقص في إفراز الأنسولين. ما هي أنواع داء السكري؟ النوع الأول زي ما قلنا، والنوع الثاني، النوع الأول معتمد على الأنسولين وغالبا يصيب الصغار في السن، النوع الثاني وهو غير معتمد على الأنسولين وغالبا يصيب البالغين. عامل خطورة الإصابة بداء السكري السمنة أولا، والوراثة والضغوط النفسية، وكذلك الإفراط في الأكل غير الصحي. هنا مربع السلامة في داء السكري، لابد يكون عندنا غذاء متوازن صحي يشمل جميع مكونات الغذاء الصحي، النشويات والخضروات والفواكه، اللحوم باعتدال، والألبان والأجبان والحليب، و بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، الابتعاد عن الضغوط النفسية والانتظام في العلاج. هذا المربع مهم جدا لضبط معدل سكر الدم في المعدلات الطبيعية، وبالتالي الحفاظ على جسد المصاب من مضاعفات السكر، ومن أهم أو من أهم مضاعفات السكر مضاعفات على القدم. هذا شيء مهم جدا. مستوى السكر المثالي في الدم حسب آخر الدراسات وحسب منظمة حسب الـ ADA اللي هو منظمة السكر الأمريكية، لابد يكون بعد صيام 8 ساعات صائم في الصباح يكون من 80 إلى 180، بعد ساعتين من الوجبة يكون أقل من 180، السكر التراكمي يكون أقل من 7. في بعض الأحيان في بعض المرضى نحب نخليه أقل من 6.5. إيش معنى السكر المثالي؟ معنى السكر المثالي إنه هذه الأرقام لو حافظنا عليها في هذا النطاق، فهذا يعني إنه إحنا بنقلل المضاعفات إلى حد أدنى، إلى الحد الأدنى، أو قد نمنع المضاعفات بشكل كامل. ومهم هذه الأرقام على أساس أن احنا نحافظ على المريض من المضاعفات، وبالذات عندنا احنا قاعدين نتكلم اليوم عن القدم السكرية. هنا يقودنا السؤال، احنا ليش نعالج داء السكر؟ دائما لازم يعرف المريض انه احنا نعالج داء السكر مو عشان نخلي السكر بس في طبيعي، لازم الهدف انه احنا نمنع مضاعفات السكر على المدى القريب والمدى البعيد. المدى القريب اللي هو ارتفاعات السكر والانخفاضات، والمدى البعيد اللي هو مضاعفات السكر على الشرايين، مضاعفات السكر على القدمين، مضاعفات السكر على الكلى، ومضاعفات السكر على قلنا على القدمين وعلى الكلى وعلى القلب وعلى الشرايين وعلى شبكية العين. فهذه كلها مهمة جدا عندنا، وما تجي بأنه بس نعتمد على قراءات السكر فقط، ولكن هي يعني
تشمل جوانب كثيرة، من ضمنها العناية بالقدم، الفحوصات المستمرة، المتابعة المستمرة، استخدام الأدوية. أيضا شيئين مهمين جدا للمحافظة على الرياضة والنمط الغذائي الصحي. زين، ما هي مضاعفات، سؤال آخر، ما هي مضاعفات داء السكري؟ مضاعفات زي ما قلنا على العيون وعلى الكلى وعلى الأعصاب الطرفية وعلى ومضاعفات القدم. احنا اليوم حنتكلم عن مضاعفات على القدم وكيف ممكن الواحد يمنع مشيتها. مضاعفات السكر على القدمين هي المضاعفات غالبا تبدأ مبكر، وفي حال انه الانسان ما انتبه لها غالبا تكون عالية، ومشكلتها انها تحتاج العلاج لفترات طويلة، وأيضا فيها تكلفة باهظة على المريض والمجتمع. على المجتمع، إحنا لما يكون عندنا واحد فقد طرف من الطرفين أو فقد الطرفين، هذا يكون يعني فقده المجتمع. ممكن يكون هذا الإنسان كيف حيعمل وكيف حيوفر دخل لأهله وكيف فهذه فيها تكلفة على المريض نفسه، وأيضا تكلفة على المجتمع، لأنه حيكون فيه فقدنا عضو مهم في المجتمع وعضو منتج في المجتمع. زين، تزداد احتماليات البتر 15% أو 15 مرة في حالات القدم السكري. يعني الناس اللي عندهم قدم السكري عندهم أكثر عرضة 15 مرة أكثر عرضة للبتر من الحالات الأخرى. 20% من مرضى السكر يعانون من القدم السكري، 10% من مرضى السكر يحتاجون عمليات البتر، 50% منها لأصابع القدم. شايفين هنا. طيب، إصابات القدم في الغالب تنتج عن 3 عوامل في مريض السكري. احنا في السكري يكون عندنا في تأثير على الأعصاب الطرفية، فتقل الإحساس، وبالتالي ممكن تحدث إصابات متكررة للقدم وينتج عنها إصابات، قد ينتج عنها التهابات متكررة، وقد تتطور إلى حد ما توصل إلى القدم السكرية. أيضا السكر يؤثر على الشرايين، يسبب تصلب في الشرايين، وهذا قد يؤدي إلى عدم قدرة الخلايا على تجديد نفسها، وعدم قدرة الخلايا على مقاومة الميكروبات. فلو حدث أي إصابة هنا ممكن والدم ما يقدر يوصل بسبب تصلب الشرايين، فهنا ممكن تحدث تطور في الالتهاب، وبالتالي تحول إلى القدم السكرية. أيضا الإصابات الميكروبية التي تحدث بشكل عام، السكر عندهم المناعة، مستوى المناعة أقل من غير المصابين بالسكر، وبالتالي فرصة حدوث التهابات في الجلد وفي الأنسجة المحيطة بالجلد أكثر، لديهم أكثر، وسرعة الشفاء أقل، وبالتالي هم أكثر عرضة للقدم السكري. متى يتم فحص القدم؟ هذه مهمة جدا، الشريحة هذه يهمني كثير أن كل واحد يعرف متى يتم فحص القدم. للأسف أنه إحنا بنشوف، ويعني أنا في العيادة بيجوني مرضى كثير يكون له 10 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة، وبيراجع وما في أي أحد كلمه في أي مرة من المرات عن العناية بالقدم.
والأدهى والأمر أنه ما في أحد فحصل قدره تماما، وهذه غير مقبولة في مريض السكري. هذه ألف باء في العناية بمريض السكري، لابد تكلم بأول زيارة عند التشخيص أو أول زيارة لك في العيادة. إحنا لابد نكلم عن العناية بالقدمين، كيف يعتني بالقدم، ولابد نفحصه فحص كامل للأعصاب والشرايين والجلد كل شيء في القدم، على أساس أن نحن نتأكد أن القدم سليمة في الوضع الحالي. ويصير بعد كذا نقعد نتابعها كل 3 أشهر أو بشكل أكثر لو كان فيه عندنا في خلل أو في الفحص غير سليم في حال وجود إصابات. الفحص لابد يكون كل يوم بواسطة المريض. المريض إيش يفحص؟ المريض يشوف القدم، يشوف هل في جروح، هل في جفاف ما بين الأصابع. لابد يفحص ما بين الأصابع يوميا، يشوف هل في تقرحات، هل في جروح أيضا من أسفل القدم والكعب، كلها لابد يشوفها المريض، يقدر يشوفها، ولو في أي تغير يتواصل مع الطبيب أو المختص بالعناية بالقدم. طيب، ممكن يكون في مناطق ما يقدر يوصل لها، في هذا الحال ممكن يستعين بأحد ثاني يفحص له، أو يستخدم مرآة، بحيث يشوف إذا كان في أي تغير في الجلد. الطبيب المفروض كل 3 أشهر يقوم بفحص القدم. كانوا يقولوا زمان إنه كل زيارة لازم نشوف القدم، يعني فحصها بالنظر بس، مو فحص للشرايين وفحص للأعصاب وكذا. الآن قالوا لا، ممكن إحنا نسأله بس، يعني نسأله لو في شيء، وعلى أساس إنه هو حيفحص كل يوم، فلو في شيء حيقول للطبيب. فلازم المريض يعرف كيف المفروض هو يعتني بالقدم، وأيضا كيف إيش الخدمة المفروض تقدم له من خلال الطبيب. في هذه الحالة هو يعرف حقه، ولو كان في أي تقصير يطالب بحقه. زين، لابد يكون كل سنة يكون في فحص شامل للقدمين، الأعصاب والشرايين وحالة القدمين بشكل عام. زين، زي ما قلنا لو كان في أي مشكلة في الفحص ممكن الطبيب يخليها كل أسبوعين أو كل شهر، على حسب ما يرى الطبيب. طيب، كيف يتم الكشف على القدم؟ فحص الجلد بالكامل زي ما قلنا، سطح القدم وأسفلها وما بين الأصابع. الهدف من الفحص أنه نشوف إذا كان في جروح أو في أي تقرحات أو في حاجة اسمها كالو، اللي هو الجلد متصلب زائد، أو في تشققات، لو كان في تشققات من أظافر أو التهابات بين الأصابع. هذه كلها غير طبيعية، ولابد من تدخل المختص لعلاجها وتجنب القدم السكرية. مراقبة أي تشوه بالقدم أو التواء المفاصل، لما يكون يحدث فيه التواء في المفصل أو في سقوط متكرر، فهذه ممكن في حاجة اسمها قدم شارقت. هذه برضو تصير أكثر في الناس اللي هم عندهم السكر. فلو كان في أي تشوه في القدم أو التواء في المفاصل أو اثنين، لابد من مراجعة الطبيب. إحساس النبض على ظهر القدم، هذه يعني ممكن هذه تحدث منها نقدر نعرف النبض أو مستوى الدم اللي يوصل للقدمين، هل هو كافي ولا غير كافي. وهذه غالبا يقوم بها الطبيب، فحص الإحساس باللمس على جميع أنحاء القدم. لو كان في القدم
هذه بنسويها احنا في اداه لتحديد نسبه الاحساس في الاعصاب الطرفيه، الفحص الاعصاب الطرفيه. تمام، كيف نمنع حدوث الاصابات؟ اول حاجه لابد يكون الحذاء واسع ومريح وما يسبب احتكاك للقدم، غسل القدم يوميا، تنشيط جيد بين الاصابع، وهذه مره مهمه انه لابد بعد كل غسيل الاصابع، بعد كل عمليه وضوء او استحمام، لابد نقوم بتنشيف ما بين الاصابع. التنشيف يكون الافضل انه يكون بمنشفه، ما يكون بمناديل، لانه المناديل ممكن يبقى منها اثر، فتكون يعني يبقى منها قطع صغيره، وممكن تكون مكان لتجمع الميكروبات. الشرابات لازم نستخدمها، ما ينفع نستخدم شراب اكثر من يوم، يوميا لابد. لو كان الجو حار وزي كذا ممكن نزودها، يعني نغيرها اكثر، يعني نص يوم. تمام، ايضا إزالة الجلد الزائد وكالوب بواسطة الطبيب أو بواسطة أخصائي العناية بالأقدام، يعني اللي يقوم فيها واحد متخصص، مو ما نقعد نلعب إحنا في الجلد الزائد أو الكالوب، ما نقدر نخلي الطبيب هو اللي يشيلها. العناية بالأظافر واستخدام الكريمات المرطبة للجلد، قص الأظفر يكون فقط بشكل مستقيم هنا، يعني بشكل مستقيم، مو لازم نروح للاطراف، لانه غالبا لو رحنا للاطراف ممكن انت تجرح المنطقه هذه، فتصير مكان لدخول الميكروبات وحدوث عدوى لا سمح الله. ايضا ما يمشي حافي، مريض السكر ما يمشي حافي ابدا، ما يستخدم المويه الحاره والمويه الساخنه، خصوصا ان احنا داخلين بريد على الشتاء، ما يحط رجله تحت مويه حاره الا لما يحس بكوع يده، يحس بحراره المويه، فاذا كانت ما هي حاره يبدا يدخل رجله تحت المويه. تمام، برضو في الشتاء اكثر استخدام الدفايات والنار، فمن نقرب القدم من الدفايات او من النار بحيث انه لا يصير في حرق، لانه غالبا خصوصا بعد سنوات طويله يكون في اثر للسكر على الاعصاب الطرفيه، فيقلل من الاحساس. ممكن شفنا حالات صار في حرق وهو مو حاسس اصلا في حرق، يعني ما حس بالحرق لحد ما صار في حرق، فهذا مهم جدا. ما نمشي حافي، ما مريض السكري ما يمشي حافي ولا لا يمشي حافي ولا يستخدم المويه قبل ما يتاكد من حرارتها. والشيء الثاني ما يستخدم الدفايات ولا يقرب من الدفايات، يقرب رجله من الدفايات او من الأشياء الحارة. أيضا في أشياء ممكن تزود تصلب الشرايين وتزود أثر السكر على القدمين، منها التدخين. فالناس المدخنين وعنده سكر لابد يوقف التدخين، أيضا لابد يحافظ على مستويات الكوليسترول في مستويات طبيعية، وأيضا لابد من تنظيم السكر. لو كان في تأثير على الأوعية الدموية ممكن يكون في تقلصات في وآلام في عند المشي، تقلصات وآلام عند المشي، ممكن يكون في برودة في الأطراف، تغير في لون القدم، تكون يعني مزرقة. أيضا عدم الإحساس بالنبض، هذه يفحصها الطبيب، يكون في تأخر في التئام الجذور،
وتظهر تقرحات زي كذا في القدم، فهذه كلها دليل على انه في مشكله في الاوعيه الدمويه، وقلنا عشان نحافظ عليها لابد نسيطر على السكر من البدايه، عشان نمنعها لابد نسيطر على السكر من البدايه، وايضا لابد من محافظه على مستويات الكوليسترول وايقاف التدخين، وايضا العنايه بالقدم. طيب اضطراب الاعصاب فحص الاعصاب جدا مهم للعنايه بالقدم، وهذه يتم بواسطه الطبيب. اذا كان في اي خلل لابد من الحذر بشكل اكثر. اذا تم فحص الاعصاب كان في مشكله في الاعصاب، فالحذر هنا يكون مضاعف لمنع اصابات القدمين ومنع القدم السكريه. هنا لو شفنا هنا شوف الاطفر هنا، هذا غير طبيعي، وهنا ممكن يكون في فطريات، تمام؟ هنا في تشقق في الجلد ولابد من الفحص للأصابع. مواصفات الأحذية هذه جدا مهمة وجزء من فحص القدم وجزء من العناية بالقدم هو الاهتمام بالأحذية. مواصفات الأحذية تكون لازم تكون طرية، تمام، لازم حقتها مريحة، المقاس يكون أوسع من الحقيقي. فإحنا دائما ننصح المرضى انه اذا انت رحت تشتري حذاء اكرمكم الله يكون اشتريه في نهايه اليوم، يعني في المغرب او بعد المغرب كذا، فيكون فوق الصباح بعد يمشي كثير، فيكون ايش؟ يكون كذا اخذ زياده عن المقاس الحقيقي عشان ما تكون ضيقه وما يكون في احتكاك. تغيرها بشكل مستمر، يعني ما مو بس اخذناها وتاخذ فتره طويله، يحاول يغيرها بشكل مستمر. تهويه القدمين وتكون مريحه حسب مواصفات القدم. في ناس يكون عندهم قدم مسطحه، فهنا يحتاج ياخذوا دعسه تخلي القدم يعني تقوس، ترجع التقوس الطبيعي حق القدم. هذه موجودة في بعض محلات بيع الأحذية أو بعض المحلات اللي تبيع الأشياء اللي تعتني بالقدم. هذا القدم لابد من عمل فحص دوري دقيق، تمام، واستشارة أخصائي القدم أو الطبيب إذا كان استدعت الحالة إلى ذلك. وأيضا لابد من أن المريض يتدرب على متابعة السكر وكيف التحكم فيه. هذه كلها وسائل للمحافظة على والعناية على محافظة على القدم والعناية بها ومنع مضاعفات السكر على القدم. كل ما بدأنا بتحكم السكر مبكر، كل ما منعنا المضاعفات. لأنه للأسف وجدوا في الدراسات تقريبا 50% من أغلب جزء كبير من المرضى لما يجي يكون اصلا به 5 سنوات عنده سكر وهو مو عارف. فمهم جدا انه احنا نبدا بدري اساس احنا نمنع المضاعفات. فاذا كان 5 سنوات هو مو عارف انه عنده سكر، خصوصا نتكلم عن النوع الثاني، فاذا كان عنده 5 سنوات هو مو عارف وانت تاخرت او احنا تاخرنا قلنا لا والله بادي بسيط ولسه ومدري وتاخرنا في تنظيم السكر، فاحنا اضفنا كل وقت تاخره حتضيف ل5 سنوات الماضيه، فيكون انت اديت فرصه للمضاعفات انها تظهر.
فبالملخص كده لابد من يعني حدد ايش سبب المشكله في الاساس، هل في مشكله في الشرايين في الاعصاب، هل في مشكله في الكلى، لابد من مساعدة التعامل بروح تغلب البكتيريا، ندي مضادات حيوية زي كذا، تنظيف الملاعين، ضبط السكر، التغذية الصحيحة، عدم التدخين، تقليل الكوليسترول، كل هذه تساعد على الحماية أو على العناية بالقدم السكرية وحماية القدم وحمايتها في مرضى السكر. القدم الأخرى لابد من، لو أصيبت القدم لابد من فحص القدم الأخرى، و يعني غالبا يكون في مشكلة إنه أصيبت قدم والقدم الأخرى يبدأ إيش يحمل عليها. عدم نضمن إنه ما تتكرر المشكلة، تدري مستمر مرض السكر متابعة مستمرة لمنع المضاعفات قبل وقوعها. طيب مع تمنياتنا لكم بحياة سعيدة، اعتني بقدمك فالوقاية خير من العلاج، وشكرا لكم. شكرا دكتور على المحاضرة. أهلا وسهلا، شكرا لكم. في أي أسئلة؟ أيوة، في مجموعة من الأسئلة حاب تدعي الغالي. نبتدأ أول سؤال. أي فين السؤال؟ إذا في مريض سكر، إذا في مريض سكر تم بتر الأصبع الأوسط للقدم، ما هي نصائحكم له حتى لا تضر بقية الأصابع؟ طيب إحنا بالنسبة لو كان فيه بتر، الأهم عندنا إنه إحنا زي ما قلنا هذول اي واحد صار في بتر بالجزء هو اكثر عرضه من غيره للبتر الاخر، تزيد نسبه البتر. فهنا لابد من العنايه بالقدم بشكل زي ما قلنا الطريقه اللي احنا قلنا فيها، يكون في فحص مستمر. هنا زي هذا المريض ممكن نفحصه بشكل اكثر. ايضا الحذاء، وبرضه لابد من ضبط السكر وفحص الشرايين القدم، معرفة السبب الرئيسي أيضا. ولو كان في مشاكل في الكلى أو أثر على الكلى فلابد من، أو مشاكل على العين الشبكية لابد من متابعتها ولابد من علاجها، لانه وجدوا الدراسات انه الناس اللي عندهم اثر على الكلى وعلى الشبكيه هم اكثر عرضه ليكون في اثر على القدم. فهنا لابد من الحرص زائد والمتابعه، زي ما قلنا الوقايه خير من العلاج. زين، في سؤال هنا واضح؟ واضح الاجابه؟ في سؤال ثاني هنا، ما سبب عدم انتظام، ما سبب عدم انتظام السكر رغم الالتزام التام بالعلاج والاكل؟ دائما احنا نقول احنا لو تفتكروا المربع اللي احنا قلناه، التزام بالغذاء، التزام بالدواء، والتزام بممارسه الرياضه، والمربع الاخير اللي دائما ننساه احنا البعد عن الضغوط النفسيه. فأنا في الحالات هذه بيجينا حالات كثير زي كذا، نقول احنا بكون ملتزم بكل شيء والخطة العلاجية. أول حاجة نراجع الالتزام بالعلاج والالتزام بالغذاء، إذا ما وجدنا سبب قد يكون هناك سبب نفسي أو ضغوط نفسية، فهنا لابد من التدخل. زين، ولها علاج يعني بسيط. طيب تمام، واضح. ها؟ ايوه، الغليك الاسئله. لا واضح، واضح عندي طيب عبد العزيز يقول وجود حراره في بطن القدم،
هذه وجود حرارة في بطن القدم هذه لها يعني في السكري غالبا تكون بسبب تأثر الأطراف أو الأعصاب الطرفية، فهنا يحتاج فحص من الطبيب نتأكد إذا كان في تأثر، يحتاج تقييم زين، ويحتاج نتحكم في السكر، وفي ممكن على حسب الدرجة ممكن إحنا ندي بعض الأدوية عشان أساس تهدي لك هذه الحرارة يعني زين. بس أهم حاجة لأنه كثير من الناس يجي يقول عندي حرارة في باطن القدم ويرتاح لما يحطها على سيراميك وزي كذا. أهم حاجة عندنا ما تمشي على أرض على الأرض وأنت حافي أساس لا تصاب لا سمح الله. نفس السؤال هنا، ما هي أسباب حرارة باطن القدم؟ زي ما قلنا بيكون سبب تأثير السكر على الأعصاب الطرفية في الغالب، ولها في أساليب في أدوية نستخدمها في علاجها، لكن على حسب الحالة هل هي متقدمة هل هي بسيطة على حسب. أيضا هنا لابد نشير إلى أنه ممكن الناس اللي بتاخذ المنظم لفترة طويلة ممكن الطبيب يطلب لك تحليل فيتامين بي 12، ولو كان في نقص ولا شيء ممكن ايش يعالجه ممكن تتحسن. طيب هل الوقوف لأوقات طويلة من أسباب حرارة القدم وما هي طرق علاجها؟ ممكن يعني هذا حتى في الإنسان اللي ما عنده سكر ممكن تصير، لكن في الغالب يكون بسبب تأثر من الأعصاب الطرفية. ممكن تتحرك يعني كل فترة كذا، وزي ما قلنا لو كان السبب من الأعصاب الطرفية ففي في في طرق لعلاجها، تستشير طبيبك وممكن يعني على حسب الحالة يعني في أدوية بتأخذها، في أدوية بنصرفها، في حبوب، في لو كان في نقص في فيتامين بي 12 فممكن إحنا نعوضه. طيب دكتور كيف أعرف نوع السكر عند الوالد؟ سلام إن شاء الله شفنا في سكر في الغالب لما يكون الوالد كم عمره يعني غالبا لما يكون عمره كبير في الغالب يكون النوع الثاني، غالبا يكون النوع الثاني. طيب أخت شواق، أنا عيادتي في مركز صحي الأزهري، عياداتي يوم الاثنين ويوم الخميس، حياك الله في وقت العيادة. تمام، في سؤال في ثاني؟ في أسئلة موجودة في الشات. أيوه نواصل على الأسئلة. اللي منع تصلب الشرايين للمحافظة على القدم السكري، ممكن نعطي المريض علاج الدهون والكوليسترول حتى لو كان مستواهم طبيعي؟ اي نعم، على حسب على حسب تقييم الحالة، بعض الأشخاص ممكن نعطيهم، لانه المستوى الطبيعي مين يحدد المستوى الطبيعي؟ لان بعض يعني مثلا لما يكون عندنا مثلا الدهون الضاره، لو كان واحد جاله قدم سكريه بسبب تصلب الشرايين، فهنا احنا ننزل ممكن احيانا ننزل الى 50، لكن المستوى الطبيعي لو احنا شفناه في التحاليل ممكن يكون اكثر اقل من 100 او اقل من 120 زي كذا، لكن احنا في هذه الحاله ممكن ننزل الى 50 او الى اقل من 50 او اقل من 70 اذا قدرنا بالادويه. ولا بد من ايقاف التدخين لو كان عندك. طيب السؤال اللي بعده، هل في كريمات لترطيب الرجل وتنصح فيها ترطيب القدم تنصح فيها؟ لا بشكل اي مرطب يعني ما في مرطب معين، لكن المهم انه يستخدم مرطب، ما في حاجه معينه يعني.
اللي يعني على حسب القدرة المالية وعلى حسب التوفر. المهم استخدام مرطبات ونتجنبها ما بين الأصابع. دكتور أنا معي بداية سكر تراكمي 6.7، والفترة هذه آكل حلويات وسكر بشراهة، وش تنصحني؟ وقفي عن أكل الحلويات والسكر بشراهة هذه، تمام؟ ولا بد من ممارسة الرياضة، هذا أهم شيء، أهم خطوة في العلاج، زين؟ ولازم نتأكد من السكر التراكمي. هي قالت السكر التراكمي 6.7 صح؟ أيوة صحيح. طيب لازم نتأكد من السكر التراكمي، ولا يكون الشراهة في الأكل هذه يكون بسبب ارتفاع السكر، زين؟ لأنه زي ما نعرف إحنا من أحد أعراض السكر وارتفاع السكر اللي هو الأكل بشراهة أو الجوع بسرعة، يعني الأكل بشراهة أكثر شيء، زين؟ بس حتى لو كانت حاسة بالجوع زي كذا يجب إنه يكون الأكل صحي ونبعد عن قدر ما نستطيع عن السكريات والحلويات. تمام. وش علاقة أخذ المنظم بنقص فيتامين بي؟ لفترة طويلة يؤثر على امتصاص فيتامين بي 12 من المعدة، تمام؟ بس هذه الناس اللي ياخذوه لفترات طويلة يعني. ودحين منظمات الصحة في أغلب الدول مهتمة منظمات مهتمة بالرعاية بالسكر تنصح إنه أي أحد له فترة طويلة على فيتامين بي 12 ممكن نسوي له فحص فيتامين بي 12، لكن اللي حدده الطبيب يعني ونعالجه له علاج يعني لو كان في نقص. زين، ما هي أسباب تنميل القدم والشد في الأصابع وكيف يتم علاجها؟ طيب تنميل القدم يعني التنميل ممكن يكون انه الدورة الدموية ما هي واصلة كويس للقدم، او انه يكون في مشكلة في الأعصاب، وعلى حسب على حسب السبب يتم العلاج. لو كان المشكلة في الأعصاب في أدوية، لو كان في مشكلة في الشرايين ممكن برضو في أدوية زي المسيلات زي الأسبرين والأشياء هذه، وممكن في بعض الأحيان في تدخلات يعني يسووها من الأوعية أطباء الأوعية الدموية. أيوه، هل وجود دبابيس في القدم إشارة لإصابة الأعصاب؟ لا مو شرط، بس هذه ممكن الدبابيس في القدم. أنا ماني فاهم إيش معنى دبابيس في القدم، هل هو في ألم يعني يحس إنه في ألم؟ إذا كان يحس أو تنميل تقريبا يقصد؟ إي إذا كان يحس إنه في ألم إي ممكن يكون هذا غالبا يكون بسبب إصابة في الأعصاب. طيب وصل عندي التراكم، صار عندي التراكم الآن 10 لأنه صار ينزل كثير وصرت عليه وصرت أخاف. السؤال مو واضح لكن اللي واضح عفوا دكتور، هو السؤال كاتب من أول قال هو لديه سكر من 30 سنة وبيستخدم أنسولين والدكتور أضاف عليه جلوكوفاج وعنده تراكمي 10. طيب ودحين صار يخاف من الانسولين. ايوه، وصار يعني حسب كلامه انه صار يجي انخفاض بكثره. طيب وصار يخاف من الانسولين. اوكي، اول حاجه يبغى له ما يخاف من الانسولين، هذا مهم عندي. الشيء الثاني الانخفاضات هذه لازم نعرف ايش سببها بالضبط، لانه لابد نعرف ايش سبب الانخفاضات ونتجنبه. الانسولين هنا مهم له لانه السكر عنده تراكم اكثر من 10، فهنا مهم جدا. في ادويه جديده الان اقل يعني انسولين، انواع جديده من الانسولين اقل يعني الهبوط فيها والانخفاضات فيها معها اقل. في ادويه ثانيه
تشفى تأثير يعني ممكن يكون لها تأثير مع هذه الأنواع من الأنسولين الجديدة. تمام؟ فأنا أشوف أنه لابد يعني أهم حاجة عندنا هنا إجابة، أهم حاجة أنه يزيل الخوف هذا ويعرف إيش السبب، سبب الهبوط ويتجنبه يعني. وفي أدوية يعني لا يقلق، في أدوية. طيب هل في كريمات الترطيب هذه قلنا عليها أول؟ كيف أحمي نفسي من السكري؟ كيف تحمي نفسك من السكري؟ هذا سؤال جدا مهم. ما ممارسة رياضة، نشاط بدني، النشاط البدني مرة مهم، تجنب المأكولات غير صحية هذه جدا مهمة. تمام، مشيت لا تحمي نفسك. ممارسة رياضة، احنا نقول ممارسة رياضة حد أدنى 150 مشي 150 دقيقة في الأسبوع، يعني ما يمر يومين إلا تمشي على الأقل نص ساعة. تمام، تنمل القدم هل يدل على أن الوضع خطير؟ احنا ما نحب كلمة خطير هنا، بس تنمل القدم هذا قد يكون في تأثير على الأعصاب، وهنا لابد احنا ننتبه اكثر، ولابد من استشارة طبيب على اساس انه احنا يعني نشوف في حل للتنميل، السبب التنميل بالاساس، وايضا يكون التزامنا اكثر بسبل الوقاية للقدمين. علاقة نقص الفيتامين بي بأخذ المنظم زي ما قلنا يقلل امتصاصه من المعدة. يرفت هل إعطاء النيل نعطي جميع السكر هذا؟ طيب النيوروفيتامين الفيتامين بي 12 أو فيتامين بي هذه يصرفوها لكل المرضى. حقيقة ما في أي دراسات تثبت إنه هذا الكلام صحيح. مو مهم جدا. الغريب إن أنا أشوف المرضى عندي يهتموا كثير في الفيتامين وما يهتم بالأدوية حق السكر. الأدوية حق السكر والعلاجات السكر أهم من الفيتامين. فيتامين دي، فيتامين أهم من النيوروفيتامين. الفيتامين عادي. لو تركت الفيتامينات ما في مشكلة. دكتور في سؤال في الأعلى. مشكلة إنه أنا قاعد أنزل تحت ففي أسئلة فوق. طيب، هل الصندل المناسب لمرضى السكري أم الحذاء؟ وإيش تنصح بالأنسب؟ إيش هو؟ الصندل. هل مناسب لمرضى السكري أم الحذاء؟ لا، احنا ما ننصح بالصندل لأن الصندل غالبا يكون دعسته قوية ويكون مفتوح مع الجوانب فأكثر عرضة للإصابات. لا، احنا ننصح بالحذاء المغلق اللي مقفل كده، يكون الدعسة حقته رقيقة. طيب، أنا ماني ملحن، أوقات أحس بألم في عضلة القلب خصوصاً إذا كان مرتفع وسوي تخطيط يطلع تمام. طيب، بالنسبة للألم، ألم الصدر يعني في مرضى السكر، ألام الصدر كثيرة، أسبابها كثيرة، لكن اللي يميز ألم الألم اللي بسبب صلب الشرايين وهذا إنه يكون فجأة ويكون له علاقة ببذل مجهود، يزيد مع بذل المجهود. لكن في أسباب كثيرة يعني ما الوقت مو الناس بذكرها جميعا يعني.
يلبس شراب بعد الترطيب. اي نعم. عندي تنميل بالقدم السكري، السكر مرتفع كثير، لابد من تنظيم السكر. أول خطوة في علاج تنميل القدم ننظم السكر. هل الجمعية توفر أحذية الأخوان في الجمعية يجيبوا لك على السؤال؟ أيوة تفضل. واحد يسأل هنا وليد يقول هل الجمعية توفر أحذية؟ لا، الجمعية توفر أجهزة قياس السكر والشرايط، وتوفر لأطفال السكري جهاز الفري ستايل والمجس. أنا أعتقد أنه هذه موجودة، الأحذية الطبية أعتقد أنها موجودة في مراكز التأهيل، في المراكز التأهيل، مراكز التأهيل الطبي تابعة وزارة الصحة. إذا كان في أهلية للعلاج يأخذ والطبيب صرفها له، يأخذ الوصفة ويتجه لمراكز التأهيل. أنا مريض بالسكر الأول وسكر التراكم مرتفع، ماذا تنصحني؟ التزام بالعلاج ومتابعة وحمية ورياضة. زين، لازم نعرف إيش السبب، سبب الارتفاع السكر التراكم. زين، هل اللانتوس في وقت معين لأخذ الإنسولين تضيف هذا الذي يفضل في الصباح أو في الليل؟ طيب، الدراسات كلها تقول إنه في الصباح أفضل زين من الليل، لكن ما في مشكلة. أهم حاجة عندنا إنه تثبته في ساعة معينة، يعني لو أخذته 9 في الليل مثلا، تأخذه دوما الساعة 9 في الليل خلال ساعة يعني من الموعد المعتاد. هذا أهم حاجة. لكن بالدراسات إنه في الصباح أفضل للسيطرة على السكر. أنا جاني سكر حمل قبل 4 سنوات والآن عندي التراكم 6، واستخدم منظم سكر بوتو 500 مرتين في اليوم. سؤال، هل أترك المنظم ومستمر عليه، وهل التهابات المهبل مسببات السكر؟ التهابات المهبل المتكررة ممكن تكون ما هي من مسببات السكر، قد تكون من علامات الإصابة بالسكر. ما دام عندك سكر حمل تحتاج تتابع السكر سنويا، السكر التراكمي عندك 6، هذا معناته ان انت في مرحلة ما قبل السكر. تستمري على الدواء المنظم، ما في منه اي مشاكل مشيئة الله، وايضا ممارسة الرياضة والحمية الغذائية. كم المفروض؟ أيوه. كم المفروض نسبة السكر الطبيعي قبل الأكل وبعد الأكل؟ قلنا قبل الأكل اللي هو قبل الأكل يكون من يعني صائم يكون من 80 إلى 130، هذا صائم تمام. قبل الوجبات يكون أقل من 140 يعني، وبعد الأكل يكون بعد الأكل بساعتين يكون أقل من 180. طيب، بستخدم الهيمولوج واللانتوس. سؤال هنا، بستخدم الهيمولوج واللانتوس بخاف من نزول السكر علي، ما هي الأدوية الجديدة اللي ما تنزل السكر؟ بالنسبة لللانتوس، اللانتوس في 100 وفي 300 أقل الانخفاضات معاه. الهيمولوج يعني الهيمولوج هذا كل الأدوية اللي زيه تقريبا تنزل السكر بنفس النمط. تمام، اللانتوس في أدوية ثانية جديدة الانخفاضات أقل منها، أقل معه أقل، بس بشكل عام اللانتوس ما يسوي انخفاض. إذا ما سوى انخفاض وأنت صاحي، ما يسوي انخفاض وأنت نايم، فما تخاف منه. هو اللي قبل الأكل هو اللي أكثر انخفاضات، بس برضو خدته بالطريقة الصحيحة
حسب وصف الطبيب إن شاء الله أطفالات تكون قريبة. الآن أستخدم فيتامين أوميجا 3، هل مفيد لمرضى السكر؟ أوميجا 3 في كلام عليه أنه يمنع يعني يحمي القلب والشرايين عند مرضى السكر، في دراسات عليه فما في مشكلة، ممكن الواحد يأخذ في الجرعة المحددة. الوالد مريض سكر من نوع ثاني كبير بالسن، من زمان مع سكر وله أسبوع صرفوا له إنسولين لانتس 15 وبيسكر أحيانا مرتفع محبط، كيف أعرف الارتفاع والانخفاض؟ بالنسبة لللانتس الجديد تو بدوله يهمنا كل 3 أيام نقيس إيش؟ نقيس السكر وهو صايم بعد 8 ساعات. زين لو كان ما بين 80 و130 فهنا كويس ما يحتاج زيادة الجرعة، لو كان أكثر 130 يحتاج زيادة الجرعة. وغالبا هذه اللانتس تكون جرعة بدائية مع المتابعة يزودها أو يخفضها على حسب القراءات. رجل عمره فوق 60 عنده سكر مزمن يتعالج دواء ولكن يشعر بهبوط السكر أحيانا مع العلم 7.5 التراكم 7.5 أكثر وقت يترك الدواء، هل هذا صحيح أي إيقاف الدواء؟ لا غير صحيح، إيقاف الدواء غير صحيح، لا توقف الدواء إلا إذا قال لك الطبيب وقف الدواء، وغالبا ما يقول لك الطبيب وقف الدواء إلا إذا شاف عنده دور أضرار أكثر من فوائده. يعني ما في دراسات على فيتامين باء إنه يقلل من ألم الأعصاب، تأخذ حبتين بدل حبة، ما في كلام عليه. وبعدين إذا كان في نقص في امتصاص فيتامين باء 12 الحل ما يكون عن طريق العبر، ما يكون عن طريق الحبوب، يكون عن طريق العبر. أيوة تفضل. أيوة تفضل. جزاك الله خير على الإجابة على جميع على الأسئلة، والإجابات كانت وافية وواضحة. بس تفضل تبقى من الزمن 3 دقائق، حألقى عليك آخر سؤال وتقول لنا رسائل لجميع المرضى كيفية الوقاية من القدم السكري، وأي رسائل حابة توجهها لمرضى السكري إن شاء الله. طيب آخر سؤال يقول دائما تشعر بحرارة في القدمين، إيش هو سبب سخونة القدمين ودائما تجي في منتصف الليل يعني بعد الليل تشعر بالحرارة؟ طيب هذه حرارة القدمين في الغالب يكون فيه تأثير من السكر على الأعصاب الطرفية أو على الشرايين اللي رايحة القدم، فهذه يعني بنشوفها كثير. وإذا كانت تأثر على النوم في أدوية لها. زين ألف سلام عليك. طيب يعطيكم العافية، ورسالتي بس أنه اهتم زي ما قلنا بمربع السلامة، النشاط الرياضي، الغذاء الصحي والأدوية والبعد عن الضغوط النفسية. زين تابع مع طبيبك، واحرص على فحص القدم بشكل متكرر بشكل يومي، وأيضا زي ما قلنا أبدا ما تمشي حافي، واعتني بقدمك. وأيضا في رسالة أحب أوصلها لمرضى السكر، حاول تعرف كيف
طريقة صحيحة للعناية بالقدم وتلقي الرعاية الطبية الصحية خلال طبيبك ويحرص على حقوقك. شكرا لكم. شكرا دكتور، جزاك الله خير، نورتنا وشرفتنا، وشكرا على المحاضرة الرائعة. كل الحضور بشكروك وربنا يبارك في علمك إن شاء الله، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. مشيت الله. شكرا لكم. جزاك الله خير. شكرا لكم. شكرا. جزاك الله خير دكتور. حضورنا الكرام، شكرا لحضوركم جميعا. موجود على الشات رابط الحضور للشهادة، وموجود الحساب الراجحي للجمعية، وموجود الإيميل الرسمي لجمعية السكري السعودية الخيرية. الشهادة 50 ريال، يرسل على حساب الراجحي، وحفظ الرسيت وإرساله على إيميل الجمعية، والتسجيل البيانات على رابط التحضير موجودة. كل أرسلتها على الشات، هأخلي الغرفة مفتوحة 5 دقائق تسجل البيانات. وشكرا لحضوركم جميعا، مع تحيات جمعية السكري السعودية الخيرية فرع المدينة المنورة. بالنسبة للحضور اللي بيسألوا على الشات، أنا أرسلت الإيميل وأرسلت الحساب الراجحي ورابط التحضير، وتاني حرسله مرة أخرى. نعم، الشهادة ب50 ريال لغير الأعضاء، أما أعضاء الجمعية فالشهادة مجانا. حأرسل الروابط مرة أخرى. تم الإرسال مرة أخرى على الشات. الأعضاء مجاناً.